والرافضة بعض فرقهم تقول إن جبريل أخطأ فجعل الرسالة في محمد صلى الله عليه وسلم وليست له، ولذا يقولون خان الأمين فصدها عن حيدرة. خان الأمين يقصدون بالأمين جبريل عليه السلام، وحيدرة هو لقب لعلي رضي الله عنه. وفي هذا تناقض، كيف يصفونه بأنه أمين ثم يصفونه بالخيانة؟ ولذا يسمون هؤلاء بالفرقة الغرابية. لما؟ قالوا لأن عليا يشبه النبي صلى الله عليه وسلم كما يشبه الغراب الغراب في وصفهما وفي حالهما. فذهبت الرسالة إلى محمد عليه الصلاة والسلام، وكان الأحق بها هو عليه.